يبقى احنا هنا لازم بما انه استاذ محسن مش منورنا لكن يحضر عنه حاضرا دائما استاذ محمد، ايه رايك في هذا الكلام؟ يعني هو كلام شويه مش مفهوم برضو، لان صوت القاهره عمرها ما كانت تملك ام كلثوم. ام كلثوم كانت هي المنتجه لاعمالها، ده بتنازلات واضحه. يعني معنا وصلنا حتى جبنا التنازل اللي أيوة. عاملاه ست ام كلثوم أيوة. لصوت القاهره، ده العقد الموقع. ده مش تنازل، لا مش ده هو لا لا حضرتك اقرا الفقره الثانيه حضرتك لو تخلي ده لا اقرا الفقره الثانيه حضرتك لو تخلي ده معاك اقرا الفقره الثانيه يا استاذ انا عايزك تكمل يعني كمل وانا هفتح الباب انا هبدا تاني بس اللي حضرتك عرضته ده توكيل من السيده ام كلثوم بصفتها ملكه لشركه صوت القاهره وشركه حاجه جنيف ملكه صوت فاتكو في شركه فاتكو في جنيف شركه فالكو فام كلثوم بصفتها الملكه عامله توكيل لصوت القاهره وفالكو بصفتها الملكه علشان تزوير. بمعنى اشرح لي الحته دي بقى نزور ايه الورقه اللي حضرتك عارضها دي ده توكيل ليه صوت القاهره لو هي ملكه هتحتاج توكيل؟ هو في اصيل بيحتاج توكيل؟ مفيش وكيل اصيل بيحتاج توكيل على حسب النص اللي موجود. يعني النص اللي مضي عليه الست ام كلثوم هو اللي هيحدد صح. اقرا الفقره الثانيه يا استاذ يوسف احاول الفقره الثانيه يا ريت الفقره الثانيه انه ده توكيل واقرار والقانون المستند ممكن يبقى توكيل واقرار في وقت واحد غير التوكيل العام الرسمي. أيوة. طيب انا ابدا لحضرتك واحده واحده عشان بس يبقى عندي فرصه ان انا اجاوب على الاسئله. ام كلثوم في حياتها كانت تملك كل اعمالها، الكلام ده موثق بتنازلات واضحه من المؤلفين والملحنين، معايا الاوراق ممكن نعرضها. عظيم. الملحن الكبير رياض الصنباطي والاستاذ احمد رامي الى صاحبه العصمه السيده ام كلثوم، تنازلات باسماء الاغاني زي ده اللي لو بصينا على الصفحه الاولى اوكي هتشوف تنازلات بكل الاعمال. بس انا هنا عندي ورقه مهمه قوي اسمها عقد اتفاق. اكمل لحضرتك بس طيب ناخد كده تسلسل سريع كده للاحداث. انا معاك. توفت السيده ام كلثوم، صوت القاهره عملت عقود مع الورثه بتاعت السيده ام كلثوم. عقدين، عقد للمصنفات وعقد للفيديو. عقود بتتجدد، عقد بصفتها بصفتهم المالكين لمحتوى مورثتهم، عقد 3 سنين وعقد 5 سنين للفيديو، بيتجدد كل 3 سنين وبيتجدد كل 5 سنين. جينا في سنة 2000 احنا اشترينا من الورثة، والورثة قبل ما يبيعوا بعتوا انذارات في الميعاد القانوني بإلغاء العقود اللي كانت سارية مع صوت القاهرة. الأستاذة نادية بتشير إليه اللي هو الحصة بتاعت 30%. أيوه. أم كلثوم كانت بتعمل اسطوانات. كان في حد بيعمل اسطوانات في لازم تروح لشركه محمد فوزي علشان تصنع الاسطوانات. انا بعمل المصنف، بس المصنف ده انا مش عارف اسوقه، انا محتاج شركه عندها المكن وعندها الادوات طبعا. وعندها المخارج علشان المصنع عشان تسوق. المعروف في الوقت ده مش في ام كلثوم، في صوت الفن وفي كل الشركات، ان المصنع بياخد 30% مقابل التكلفه، 30% مقابل حصته هو مقابل التوزيع مقابل التسويق والدعايه، و30% للمالك. ده مش معناه ان هو مالك، ده معناه مش معناه ان صوت القاهره مالكه، او مش معناه ان حصه ام كلثوم هي 30%، معناها انا مالك بس باخد عائد 30% لانها متقسمه على 3 شرايح. 30% بتروح لتكلفه الاسطوانات، 30% بتروح للشركه اللي بتوزع، و30% ليا كمالك. هي دي الحته اللي هم بيتكلموا فيها ان هو اشترى 80%، لا ملهاش علاقه بخاصه، احنا نملك 100% من محتوى ام كلثوم، ام كلثوم كانت تملكه، بعد ذلك بقوا الورثه هم اللي يملكوه. ولما احنا اشترينا من الورثه بنسبه 100% فاحنا نملك 100% من ال 100% وليس من ال 30%.